خبر تاني معانا النهاردة عن منتدى شباب العالم في دورته التانية. بدأت الوفود فعلا المشاركة في منتدى شباب العالم، وبدأوا في استلام الأوض بتاعتهم المخصصة ليهم في الفنادق والأوتيلات اللي هتستضيفهم في شرم الشيخ. كان في استقبالهم في المطار، في مطار شرم الشيخ، إلى الأماكن اللي هيسكنوا فيها الجهات المسؤولة عن التنظيم، لجان التنظيم. طبعا المشاركين أشادوا بالاستقبال وبحفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد وسلاسة الإجراءات، وتم الإجابة عن جميع التساؤلات المتعلقة باللوجستيات والفعاليات الخاصة بالمؤتمر أو المنتدى. ومنتدى بيعقد طبعا زي ما حضراتكم عارفين من يوم 3 ليوم 6 نوفمبر اللي احنا فيه، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيشارك فيه تقريبا 5000 شاب وفتاة من مصر ومن مختلف دول العالم، وإعلاميين ومسؤولين وشخصيات عامة من مختلف دول العالم. لسه كمان مكملين كلامنا عن منتدى الشباب واللي هتنطلق فعالياته زي ما قلنا يوم 3 نوفمبر، وفي اطار اهتمام الدولة بالشباب وإتاحة الفرصة للحوار والمشاركة والتعبير عن رؤية المستقبل أو الرؤية لمستقبل أفضل لمصر ومختلف دول العالم كمان، لأن في دول كتيرة ليها وفود مشاركة من شبابها. بيشارك أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم ضمن 5000 شاب من شباب مصر والعالم. ومشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هتكون بالمساهمة في عدد من ورش العمل والجلسات، واللي هيقوموا من خلالها بطرح مجموعة أوراق عمل بتعبر عن رؤيتهم في الموضوعات اللي أعلنتها اللجنة المنظمة للمنتدى، زي أجندة 2063 لأفريقيا اللي هي تحت مسمى أفريقيا التي نريدها. وكمان هناك ملف آخر هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم أكثر تكامل وتعاون الأورو متوسطي، شراكة استراتيجية ودور رواد الأعمال والشركات الناشئة في النمو الاقتصادي العالمي. كل الحاجات دي هيناقشها منتدى الشباب في دورته الثانية. البيان اللي أصدرته بقى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكد على أهمية المنتدى لمناقشة قضايا الشباب والوصول لصيغة حوار مشتركة، وكمان أكد على تقديرهم لإتاحة الفرصة ليهم للمشاركة في الحدث العالمي الكبير اللي بيقوموا من خلاله بحوار مباشر مع الثقافات والحضارات المختلفة. وده بيحقق طبعا نوع من التكامل بين شعوب العالم وبين الشباب لنبذ الخلافات والنزاعات وإرساء السلام في مختلف دول العالم. تفاصيل اكتر معانا دلوقتي على التليفون هنتكلم فيها عن استعدادات تنسيقية شباب الاحزاب للمنتدى. هينضم لينا الاستاذة اميرة العدلي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين. اهلا بك يا استاذة اميرة. اهلا بك، صباح الخير. صباح الخير، يومك سعيد ان شاء الله. ان شاء الله. في البداية كلمينا اكتر عن تحضيرات التنسيقية للمنتدى، تمت ازاي؟ أكيد طبعا، إحنا أكتر من حزب ومجموعة من الشباب السياسي طول الفترة اللي فاتت قبل المنتدى كنا بنعد مجموعة من أوراق العمل في المحاور الخاصة اللي إحنا هنشارك فيها. اشتغلنا مع بعض في أربع محاور. هنبدأ مشاركات على فكرة من النهاردة. إحنا النهاردة عندنا أول ورشتين عمل، أفريقيا 63 التي أفريقيا 63 التي نريدها، وعندنا كمان جلسة الورشة بتاعت تمكين ذوي الإعاقة نحو مجتمع أكثر تكاملي. طبعا قعدنا اشتغلنا فترة طويلة قوي، أكتر من شهرين كنا بنشتغل على إعداد الورق ده. كل حزب وكل مجموعة من الشباب السياسي قدمت الطرح اللي هي شايفاه من وجهة نظرها ومن وجهة نظر الحزب اللي هي بتمثله، ووصلنا لورقة مشتركة بتعبر عن 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 جميع الرؤى اللي موجودة داخل المجموعة التنسيقية. طيب ده عظيم جدا. ايه بقى اهم الاستعدادات كمان للمساهمة في ورش العمل الخاصة بجلسات المنتدى؟ انا زي ما قلت لحضرتك في البداية، احنا عندنا اربع ورش عمل وعندنا جلسات خاصة بورش العمل. تمام. منها طبعا افريقيا، وهي اجندة افريقيا 63 هي مهمة جدا، واحنا شايفين احنا قد ايه بنتجه داخل افريقيا بقالنا فترة، وعندنا اهتمام كبير جدا بالملف الافريقي، واحنا كنا مهتمين جدا ان احنا نحط رؤيتنا في الملف. تمكين ذوي الاعاقه، الرئيس نفسه مهتم بذوي الاحتياجات الخاصه وسماهم ذوي القدرات الفائقه، والعام ده كمان هو عام ذوي الاحتياجات الخاصه، فهو ملف مهم جدا. واحنا بنتكلم فيه مش بس على فكره حقوقهم الدستوريه، لا، احنا بنتكلم على الدمج والتمكين، عندنا مشاركتهم في المجتمع بشكل اكبر. بالظبط، احنا بنتكلم على ان احنا نبدا مرحله جديده هي مرحله الدمج.
وفي نصوص دستوريه اوريدي بتاكد على حقوقهم الدستوريه ودمجهم داخل المجتمع. عندنا كمان ورشه عمل عن الشراكه الاورو متوسطيه، وده مهم جدا. احنا بنتكلم على الشراكه مع دول البحر المتوسط. عندنا كمان ورشه عمل، وعندنا جلسه عن رياده الاعمال والشركات الناشئه. فاحنا بنتكلم في اقتصاد، وبنتكلم في محور ليه علاقه بالعلاقات الخارجيه، وبنتكلم عن افريقيا، وبنتكلم عن ملف داخلي مهم جدا اللي هو تمكين ذوي الاعاقه. فاعتقد ان احنا مساهمتنا ومشاركتنا هيبقى ليها رؤيه كمان مختلفه، بتعبر مش بس عن الرؤيه الاجتماعيه والاقتصاديه، لا كمان الرؤيه السياسيه للشباب الحزبي والسياسي. طيب ورش العمل المفروض هتبتدي من النهارده قبل بدايه المنتدى او المؤتمر بيومين، ايه الحاجات اللي هتتم في ورش العمل قبل بدايه المؤتمر او المنتدى؟ احنا بادئين النهارده الورشتين افريقيا وتمكين ذوي الاعاقه. لسه يعني حضرتك بتكلمني واحنا بنستعد ان احنا كمان ساعه نتحرك على قاعه المؤتمرات. هنبدا من الساعه 11. هنبدا نعرض النهارده ونتناقش حوالين الملفات اللي موجوده والورقه اللي تم اعدادها من المجموعه التنسيقيه، سواء في الملف ده او في الملف ده، مع مجموعه طبعا من كل ورشه فيها 45 شخص من مختلف دول العالم. هنتكلم مع بعض، هنوصل لتوصيات مشتركه في نهايه. احنا النهارده عندنا ورشه، وبكره عندنا نفس الورشتين. هنوصل في نهايه الورشتين لصياغه توصيات لورقه مشتركه عشان يتم عرضها في الجلسات ان شاء الله. استاذه اميره العدلي، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.